بعد الأسبوع. احنا قلنا بالسوفت تيشو اكزامينيشن راح يصير عندنا تو امبورتنت بارتس راح نسوي الاكزامينيشن، اللب والتانك. اللب والتانك، اول واحد اللب، احنا هواي شغلات حكينا عن اللب بالعام الماضي بالمحاضرات مال السوفت تيشو، هواي شغلات عن اللينث عن البوث بالانتروبوستيريور بالفرتيكال كل حكينا عليها. الشيء المهم بالدايجنوزس لازم نشوف الريليشن بين الابر لب واللور لب. الابر لب واللور لب عندها في النقطه كلش مهمه انه تلتقي الابر لب ويا اللور لب على مود يحصل على الانتيرير اورال سيل. اخذناها العام، هذا الحكي كله موجود العام، مو مال هالسنه، مال العام. الانتيرير اورال سيل اثناء النورمال فانكشن اوف هيومن بينج، اثناء عمليه السوالوينج، اثناء عمليه التكلم كله، نشوف انه راح يصير هذا الانتيرير اورال سيل ضروري، يعني يصير انتيميت كونتاكت بين الابر لب واللور لب. على ما يصير عندي هاي الحالة intimate contact بين upper lip وال lower lip يسموها هاي الحالة competent lips. تمام؟ يعني ال من يقولوا لكم شنو هو competent lips؟ competent lips anatomically اللب normal length، يعني طول اللب normal. من يجي physiologically normally شو حيصير؟ حيصير في contact light contact بين upper lip وال lower lip، هذا يسموه بالcompetent lip. تمام؟ هذا لازم احنا نشيكه بالpatient. تمام؟ نشيكها البيشنت، شلون نشيكها؟ نشيكها بindirect way، مو نقول هدي شفايفك خلي شو شفايفك، هاي طريقة خطأ. ليش؟ لأنه أول ما تقول البيشنت هدي شفايفك هدي وضعيتك ماش، تريد نشيكون أكو competency بين upper lip وال lower lip، هنشوف انه هذا الشيء ما ممكن يصير. راسا يصير مصل كونتراكشن، راسا يصير مصل كونتراكشن، راسا يعني ينطي فد انفولنتري موفمنت، راسا الواحد يعني بشكل غير طبيعي راسا يسوي هاي الحركه جديات، راسا واحد يشيل شفايفه بقوه يعني ينطي اوفر كونتراكشن. احنا لازم نشوف هاي الوضعيه بالريلاكس بوزيشن، لازم باش يكون in maximum relax position. هاي الوضعية إذا كانت عندي competent lip اللي هي ال upper lip وال lower lip بصير في light contact، هذا اللي يسموه بال competent lip. النوع الثاني هاي الصورة رقم 2 هنا، شو حنشوف؟ ال incompetent. شنو الفرق بين ال competent وال incompetent؟ بال competent يصير contact، بال incompetent ما يصير عندي contact. السبب شنو؟ anatomically يعني بالنورمال anatomy مال اللب اكو عندي shortness بالlength of the lip، يعني شفايف هي اصلا قصار. تمام؟ يعني واحد ايش قد ما يحاول انه يسدها يشوف انه اكو قصر بالشفايف. على مود يصير anterior oral seal، anterior oral seal هو فشيء افتراضي لازم كل شخص من عنده يسوي. على مود يصير هالحال لازم شو يصير؟ فورس بالضبط، راح يصير اوفر كونتراكشن بالمسلز. يعني شخص هو قصير شفايفه من يجي يسد حلقه، تمام، لازم ينطي اوفر كونتراكشن. هذا الاوفر كونتراكشن فيزيولوجيكلي يصير كونتاكت طبعا بدرجات محدده، يعني بالمناسبه يعني مو معناه كل واحد incompetent lip كل واحد short upper lower lip ممكن يصير عنده كلوجر اثناء اوفر كونتراكشن، لا، اذا كلش قصيره زين وعندي انكريز بالفيرتيكال دايمنشن بالدنتو الفيولر ما ممكن، يعني صح ولا لا؟ يعني اذا عنده زياده بالفيرتيكال دايمنشن اوف ذا فيس فوقاتها عنده شورت ابر ليب ولور ليب والمسافه كلش كبيره، يعني حتى من ينطي فورس ما ممكن يصير. تمام؟ راح يضطر انه يستخدم طرق اخرى، ايذر يطلع التانج يسوي تانج ثراست ويصير كونتاكت بين التانك وبين اللور ليب على مصير انتير اورال سيل. تمام؟ او طرق اخرى، او ما يتنفس او ما يصير هذا الانتير اورال سيل ما ممكن يصير بالحلقه. فاذا جماعه الانكومبتنت ليب فيزيولوجيكلي يقدرون يسوون كومبتنسي عن طريق الفورس اوفر كونتراكشن، تمام؟ بدرجات محدده. لكن اناتوميكلي شو يكونون؟ شورت ليب، يعني ماكو اي كونتاكت بين الابر ليب واللور ليب. تمام؟ صارت واضحة؟ هذا second part. The third part اللي هو potentially competent lip. شو الفرق عن incompetent lip؟
دكتور هذا بال بال بالفورس يصير عند كومبيتنت، يصير كومبيتنت بوتنشال كومبيتنت لب، يعني هم بالفورس يعني. لا لا، هذا فرق عن الانكومبيتنت لب. احنا بالانكومبيتنت لب قلنا احنا اناتوميكلي هو شورت لب قصار، لكن بالبوتنشال كومبيتنت لب لا، اناتوميكلي نورمال. يعني بيشن بالنورمال كونديشن مالته مفروض ان يصير كونتاكت بين الابر ليب واللور ليب، لكن اكو فد عائق يعيق هذا الشيء. العائق الوحيد الموجود بهالوضعيه منو من يكون؟ اها التيث، التيث دنتال فيور ستراكشر بالضبط. يعني من يكون التيث هي بروكلاين تيث خلينا نقول تمام، او ريتروكلاين لور تيث، النتيجه شو حيصير؟ انه الابر ليب ما يقدر يسوي كومبتنسي ويا اللور ليب، فلهذا يضطر الشخص انه اما يغير الكونتراكشن مال المصل، يعني هو اناتوميكلي نورمال فيزيولوجيكلي يحول، يعني يقدر يسوي الكومبتنسي باكسترا فورس. يعني انت تلاحظون الفرق شنو بين الكومبتنت والانكومبتنت؟ بالانكومبتنت الاناتومي مال الليبس ما به نورمال، ما به اي نورماليتي، اكو شورتج. بالانكومبتنت يحول يسوي كومبتنسي شلون؟ بالاكسترا فورس. بالبوتنشال كومبتنت لا، هو نورمال لب عنده ما عنده مشكله، لكن لانه اكو مشكله بين الابر لب واللور لب اللي هو تيث، راح يضطر الشخص انه يعطي اكسترا فورس على مود يصير عنده بوتنشال كومبتنت لب. تمام زين، دائما ممكن احصل على كومبتنسي بالبوتنشال كومبتنت؟ لا ما حصل. لا اقدر احصل، ليش؟ لانه احنا الكومبتنسي بهاي الحاله هنا، هالحاله شلون نحصلها؟ نحصلها انه شخص هو عنده نورمال لب ويسوي اوفر كونتراكشن بالمسلز ويقدر يسوي كونتاكت، صح ولا لا؟ هنا ايش قلت لكم؟ هنا نقدر نحصل لكن بدرجات محدده. شوفوا الكلام بالانكومبتنت، لانه هو اناتوميكلي بي بروبلم معين باللب، على مود نحصل على الانتيرير اورال سيل لازم شو نسوي؟ اكسترا فورس. هاي الاكسترا فورس بها درجات محدده، يعني اذا كان الشورتج اكثر من اللازم ممكن ما نحصل على الانتيرير اورال سيل، هاي بالانكومبتنت تمام. لكن بالبوتنشال كومبتنت ليبس هو اناتوميكلي نورمال، يعني في جميع الاحوال حتى وان كان العائق هو الاسنان، حتى لو كان العائق هو الاسنان، في جميع الاحوال اوفر كونتراكشن للمسلز احصل على الكومبتنسي، صارت واضحه؟ يعني هنا كومبتنت ليب. بالبوتنشال كومبتنت اقدر احصل ويا المسل كونتراكشن في جميع الاحوال اقدر احصل على شنو؟ الكومبتنسي. الانكومبتنت اقدر احصل لكن بدرجات محدده تمام، حسب الكونديشن مالتنا، صارت واضحه؟ تمام زين. الافيرتد ليبس، الافيرتد ليبس هذول اللي يكون عندهم هايبرتروفيك ماسلز، هي الاناتومي نورمال مالتها، لكن اكو بيها مشكله بالماسلز بالتوسيتي مال ماسلز، يعني المسل فانكشن مالته بي بروبلم تمام، فما يقدر يحصل على الكونتاكت بين الابر ليب واللور ليب. يعني مقصد كلامي انه هو كلينك كتشو نورمال، لكن الابنورمالتي وين صايره؟ بالفانكشن اوف ذا سوفت تيشو، الفانكشن بالتونسيتي، القوه المسلز ما عندها التونسيتي الكافيه انه تحصل على الكومبتنسي. هذول شيء يسموهم افيرتد، تشوفون انه شفايف هيك طول نورمال لكن عبالك صار يعني كانه منفرجه مفتوحه وحده على الثانيه مفتوحه، مثل ما هاي الصوره عندنا هاي البيشنت، تشوفون تشوفون ترى هي كلينث نورمال لكن كانه مفلطه طالعه لي برا اكثر من اللازم. ليش؟ لانه التونسيتي عبالك جار المصل ان ابورد دايركشن تمام، ولهذا من حصل الكومبتنسي. صارت واضحه؟ هاي النقاط الاربعه مهمه باثناء الدايجنوزس اوف ذا ليب، الكومبتنت والانكومبتنت والبوتنشال كومبتنت والهايبرتروفيك تايب. زين اكو عندنا نقطة مهمة لها علاقة ويا الليب اند ذا نوز، يسموها بالنيزو ليبيال انجل، تبونها مهمة هاي. النيزو ليبيال انجل هو عبارة عن الانجل هذا بالضبط، هذا
هذا عندنا هنا هاي شوفوا معي حسب الصورة هو اللاينين يربط بين تو لاينز تشوفون هذا الأول وهذا الثاني. أول واحد يمثل لي البيس أوف ذا نوز هذا أول لاين تمام. اللاين الثاني هو اللاين اللي يربط لي بين السب نيزالي هاي أوطأ نقطة من النيزال بون هاي النقطة تمام with the tip of the upper lip هاي خط هذا الخط الأول ثاني هذا الخط الأول. لو نجي نقيس هاي الزاوية قياسها 110 درجة 110 هذا النيزوليبيال أنجل تتأثر بشغلتين تتأثر بشغلتين تتأثر بالأبر إنسايزرز تتأثر بالمانزيلا إتسيلف يعني كبون وكتيف تمام؟ يعني السكيليتال بارت إذا عندي مشكلة بالماكزيلا أو مشكلة بالإنسايزرز بالدنتال فيرر ستراكتشر راح يأثر لي على قياس هاي الزاوية. يعني سؤالي مفروض نفسه patient class 3 mal occlusion with retrognathism of the maxilla patient class 3 mal occlusion with retrognathism بالمعزلة شو تتوقعون النيزوليبيال انجل تزداد او تقل؟ طبعا شلون تقل هاي الزاوية نعم قاعد اقول لكم كلاس 3 والمعزلة ريتروكناثيزم راجع لي ورا شنو معناها يعني هاي الزاوية تنفتح اكثر تصير اوبتيوز اكثر تمام ال110 تزداد القياس مالتها. اذا قياس زاوية النيزوليبيال انجل تتأثر بالماكزيلاري تيث تمام وايضا تتأثر بالماكزيلا اتسلف patient class 2 division 1 تتوقعون النيزل ليبل انجل تزداد لو تقل class 2 division 1 المنطقة تكون شنو المهم تقل لو تزداد تقل ليش لأنه جماعة الكلاس 2 ديفيجن 1 يصير عندهم بروكلينيشن بالأبر تيث من يصير عندي بروكلينيشن بالأبر تيث الأسنان من تطلع هاي الزاوية شو يصير بها؟ تقل تدريجيا تمام؟ صارت واضحة لحد الآن؟ زين نجي للسوفت تشو الثاني تشن تشن معروف بالأجواء من واحد يحكي على التشن يعني يربط الحالة رأساً ويا يا تايب اوف مال اوكلوجن لا كلاس 3 كلاس 3 يعني بيشت من يدخل لك للعيادة مالتك يقول لك عندي مشكلة بتشن رأساً افكر انه هذا شخص شو يكون عنده كلاس 3 هذا الكلام صحيح في حال انه كلام نحكي على كابوني ستراكتشر التشن كابوني ستراكتشر اذا عندي برومينين تشن يعني شخص هو شنو كلاس 3 وإذا كان ريسيسيف راجع لي ورا معنى الشخص يكون عندي كلاس 2 هذا معروف كسوفت كبون لكن من أني أحكي كسوفت شو لأنه إحنا تعرفون هو تشن مغطى بمسلس صح؟ منتالس مسل هاي المنطقة كلها هنا مسلس هذا المسلس تأثر تأثر تشوفون هذا الشخص عنده فت بوكينج صاير في منطقة التشن يعني متعقدة هاي المنطقة صار في contraction over أكثر من اللازم هاي المنطقة يصير بها over contraction للمسلس في حالات الأشخاص اللي يكون عندهم class 2 division 1 نربط الحالة ويا الكيس مع class 2 division 1 الشخص اللي يكون عنده class 2 division 1 دائما يكون عنده proclined teeth من يصير عندي proclined teeth يعني الاكشن of the lower lip يصير behind the upper incisors هاي الحالة بالضبط انتو سووا كل واحد لو يسوي هاي الحالة شو هيشوف راح يصير اكو فت contraction بهاي المسلس صح ولا لا طبعا ها انتو في حالة طبيعية يعني انتو مو عندكم هاي الحالة لكن تصور انه هو هذا الشخص المسكين طول عمره هالشكل هذا الاكشن مال اللب من يصير هاي الحاله شو حتصير حتسوي بروكليشن اكثر بالاسنان
عليكم السلام. ريتروكلاين باللور، ريتروكلاين باللور، بروكنيشن بالابر. يعني شخص يمكن هو كلاسو ديفيجن 1 بحد معين بسيط، مو وايد شويه تمام، لكن بتاثير الاكشن اوف ذا ليب، لانه الليب ظل يشتغل ابر انسايزرز بيهايند ابر انسايزرز بيهايند ابر انسايزرز، نشوف البروكنيشن اكثر من اللازم. يعني شخص يجينا عنده هيوج بروكنيشن بالابر تيث تمام، لو واقع الحال هي حاله كلش بسيطه، بس نتيجه ان الاكشن اوف ذا لوور ليب خلى الاسنان تتقدم لقدام. الاكشن مال لوور ليب من يشتغل بيهايند ذا انسايزرز يسوي لي فت كونتراكشن بالمنتالس ماسل هاي المنطقه، فنشوف الشخص يكون عندهم، يصير عندهم بوكينج بهاي المنطقه، التعقد صاير وين؟ بمنطقه التشين. هذا دائما نشوفه بالاشخاص اللي يكون عندهم كلاس 2 ديفيجن 1 تمام. يعني شفتوا ربطنا التشين ويا كيساك الحالات اللي عندها مشكله بالكلاس 2 مع الاوكلوجن وليس كلاس 3 تمام. زين ننتبه للنقطه الاخرى، هذا الكونكافيتي اللي هنا، هذا الديب بارت من الماندبل، هاي التقعر اللي صاير هنا، هذا يسموها بالمينتو ليبيال سالكس. مينتو ليبيال سالكس هذه تكون الليفل مالتها يختلف، يعني كمية الدبث مالتها تختلف حسب نوعية المال اوكلوجين اللي تعاملوا وياها. يعني الدبث مال مينتو ليبيال سالكس يكون كلش ديب، بعض تشوفون التقعر اللي صاير هنا كلش 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 عميق هاي المنطقة، تلاحظون هذا الديب مينتو ليبيال سالكس اشوفه في حالات البيشنت اللي يكون كلاس 2 مال اوكلوجين. دائما الدنتو الفيولر ستراكشر مال ابارس هي المتقدمة، خليت اللور انسايزرز ترجع نفس الوقت اللب تدندل مرات تمام، فش تصير عندي هاي المنطقه تصير كلش عميقه. فالديب مينتو ليبيال سالكس اشوفها في كيسات اللي تكون كلاس 2 مال اوكلوجين تمام. مرات اشوفها فيري ستريت هاي المنطقه عدل، يعني معناها كانه الدنتو الفيولر ستراكشر كلها طالعه لقدام. لا تعرف ليش مو بالثري؟ لانه لو كان بالثري يعني ما كان يصير هذا البروكنيشن الاكثر من اللازم. بالكلاس 3 الماندبل كله متقدم لي قدام، الدبث مال السلكس يبقى على وضعيته. ليش؟ لانه الابر راجع لي ورا والماندبل متقدم لي قدام، فهو السلكس. يعني احنا كنورمال اناتومي مال الاشخاص الاعتياديين بالكلاس 1 مال اوكلوجين لازم يكون عندهم في الديب سلكس اكو في الدبث معين. فجماعة الكلاس 3 المنظر من يتقدم لي قدام كله كقاطبة، يعني هذا الدف يبقى على وضعيته. جماعة الكلاس 1 كلاس 1 باي ماكسيلاري دنتو الفيولر بروتروجن، سامعين كلاس 1 باي ماكسيلاري دنتو الفيولر بروتروجن يسموهم بالماي ماكس. الباي ماكس من هما؟ هما الاشخاص اللي هما كلاس 1 كلاس 1 لكن شو عندهم؟ عندهم الدنتو الفيولر مال ابر والدنتو الفيولر مال لوار كلها متقدمه لي قدام باي ماكس. شايفون هذول السود الامريكان، هذول اللي قدام يصيرون كلش بارزه لي قدام، هاي اللي كلش غازة اللي قدام، هذول عندهم باي ماكسيلاري بروتروجن بات ريزل تايب، يعني شيء عرقي اللي ما يقدر نصلحه، لانه هو اكو تناسق صاير بين السوفت تشو بين السكليتر وبين السكال مالتهم بهاي الوضعيه، ما يقدر نصلحه. لكن يجينا اشخاص اللي هم مو ريزل كونديشن تمام؟ مو شيء عرقي، لكن شنو عندهم؟ عندهم نشوف انه الدنتو الفيولر ستراكشر الماكسيلا والماندبل كل كلاس 1 لكن كلها وين؟ متقدمة اللي قدام. الشخص يجينا يشوفون أسنانه مصفطة لولو ماكو أي مشكلة بيها لكن كلها اللي قدام، شي يجي يقول بارزة أسناني. الحل مالتها هو extraction تيونت من الأبر وتيونت من اللور، على مود رجع اللور ورجع الأبر. هذول الأشخاص يصير عندهم stretching بالمسلس، المسلس كلها يصير بيها stretch من forward direction، فهذا سالكاس الدبث مالته يختفي يصير شلو، يصير خط عدل هاي المنطقه، هاي
لان هاي المنطقه تكون بتقعر. الشخص من يكون متقدم كل الدنتال فينس ستراكشر ويصير بها ستريتشنج هاي المنطقه شو تختفي من الوجود. تمام. اذا بالمينتو لابيال سالكاس راح اشوف انه الدبث مالته تزداد للاشخاص اللي يكون عندهم كلاس 2 مال اوكلوجن. تمام. والاشخاص اللي يكون عندهم باي ماكسيلاري بروتروجن دائما هم هذول الاشخاص يكون عندهم شالو دبث او ستريت مينتو لابيال سالكاس. صارت واضحه؟ التشن هو هذا البارت الخاص بي. كبوني تاي البرومننت تشن بحالات الكلاس 3 وفي حالات الكلاس 2 تكون ريسيسيف تشن. ونفس الوقت المينتال سالكا المينتال ماسلز تزداد الكونتراكشن مالتها والبوكينج مالتها في حالات الكلاس 2. شو ما قلنا لانه اللب اللور اللي بتشتغل بيهايند ابر انسايزر فيصير عندي اوفر كونتراكشن بالماسلز اوف ذا مينتالس هاي المنطقه. شغلات اشخاص اللي يكون عندهم كلاس 2. والميتو ليبيال ساركاس الدف مالتها تزداد في حالات الكلاس 2 وتقل في حالات البال مالتزيلر ودنتو الفيولر بروتروجن. صارت واضحة؟ تمام؟ طب نجي للتانك. الآن حكينا هواية على التانك إذا تذكرون بالسوفت شو. الشغلات المهمة التابعة لنا للتانك هو السايز اوف ذا تانك ترى والفانكشن مالته. فانكشن مالته انه بروترودد او ريتروتد. تمام. ك سايز اوف ذا تانك ممكن يكون عندي لارج تانك، ممكن يكون عندي سمول تانك، ممكن يكون عندي شورت تانك، ممكن يكون لونج تانك. كل واحد ياثر تاثير شكل يختلف عن الثاني. القياس او التاثير او اللي نشوف الفانكشن اوف ذا تانك او اللي نشوف القياس مالته عن عده راديوغرافيز. ممكن اكو فت برنامج اسمه سيفالوغرام يقدر يطلع لي هذا الشيء او سيانو راديوغرافي. هاي مجموعه شغلات يمكن يطلع لي هاي شغلات. الشيء المهم بالتانك لازم اعرف انه الحدود مال التانك هو اللور ارتش. صح ولا لا؟ يعني اذا اريد اقيس العرض مال التانك عندي حدود. حدود من هو لور ارتش لور تيث اللينجوال اسبيكت اوف ذا لور بوستيرير تيث. هذا الجواب الدقيق. صح لور تيث كلام صحيح بس مو شنو لور تيث. لا اللينجوال اسبيكت مال لور بوستيرير تيث. تمام. زين اللينث مال التانك لازم يكون التيب وين يوصل اوف ذا لور ممتاز لور انتيرير تيث. هذا الحدود مالته. اذا صار عندي واي تانك يعني معناها التانك راح يصير كوفرج على الاوكلوزال سيرفيس اوف ذا بوستيرير تيث. صح. شو تتوقعون شنو اكسبانشن؟ لا اكسبانشن هذا عالجت علاج. صح. بس انا اريد اشوف شنو تاثيره على الدنتال اوكلوجن. راح يصير عندي بوستيرير اوبن بايت. تمام. من يغطي الاوكلوزال سيرفيس على البوستيرير تيث من تانك تفلطح تقعد لي على البوستيرير تيث ممكن تاثيره شو حيكون انه الشخص يكون عنده خاصه اذا ماكو دنتال في ار كومبنسيشن يعني دنتال ارت معرض ويا التانك بقى على عرضه على طريقه مالته نورمال يعني. فالنتيجه شو حيصير انه التانك من يفرش على الاوكلوزال سيرفيس راح يصير عندي بوستيرير اوبن بايت. اذا لونج تانك بروتروجن يصير ان فورورد دايركشن حيصير عندي انتير اوبن بايت. تمام. انتير اوبن بايت. زين اذا عندي سمول تانك هو العام احنا عندنا تاثير على الكونستريكتد ماكسيلا يسوي هيك شيء. اها برافو عليك. يسوي كونستريكتد ماكسيلا ليش؟ لانه بالنورمال فانكشن اوف ذا تانك من اثناء ما يريد واحد مثلا يقبل عريقه كلنا اول خطوه ورا ما يصير انتيرير اورال سيل حكينا عليها بدايه المحاضره. تمام. راح يصير كلينشنج بالتيث الاسنان تطابق يصير انتركاسبيشن بين التيث. التانك وين يرفع؟ بالابار بالبلت. يجي التانك يقعد بالبلت. تمام. حجم التانك لازم يكون متناسق ويا حجم البلت على مود القوه الخارجيه مال المسل اوف ذا تشيك والليم ايكوال ويا المسلز مال التانك. هذا يسموه الاكوليبرام. اخذناها الان ناتورال زون. ناتورال زون عافيه بالضبط عافيه عليك. هاي كلها لازم يكون بالنورمال كونديشن. زين
صار عندي تخلخل بالكمية القوة الخارج داخلية مع التانك، يعني كمية المصرص الفورس انطتني أقل، الإكسترا فورس أكثر راح تزداد صح ولا لا؟ فمن حتقل حجم التانك من يجي يقعد بالبلت أصغر ينطق قوة أقل، كمية الفورس الداخلية مع التانك أقل صارت، يعني راح تزداد كمية القوة الخارجية على القوة الداخلية مع التانك صح لو لا؟ هذا الـ over contraction مال المصلص مال التشيك واللب شو هيسوي؟ هيسوي constriction بالمكزلة، المكزلة تبي تضيق تدريجياً تمام؟ فأشوف إنه شخص عنده constricted مكزلة يا عنده cross back نتيجة للsmall tank تمام؟ هاي الصورة الأخيرة هو tongue tie، يشوفون الـ extension مال lingual frenum ويا التongue فسوي constriction بالموفمنت اوف ذا تانك، ممكن ياثر وممكن ما ياثر، ممكن يسوي لي ميديان دايسما باللور انسايدرز ممكن او ممكن ما ياثر اصلا، ممكن فانكشنلي ياثر، ممكن يبلي سبيكينج ياثر تمام، بس كمال اوكلوجن ممكن ياثر او ممكن ما ياثر. طيب صار واضح التانك لابيل فرينام، شنو مشكلة اللابيال فرينال؟ معروفة بالأجواء هاي فرينال اتاتشمنت شو يسويني؟ دايستم يسويني space between two central incisors، معروفة هاي الأجواء صح؟ لو نرجع للهستري مع اللابيال فرينال حسب ما تتذكرون بالdevelopment of the occlusion أخذناها العام احنا قلنا انه الشخص قبل ما تطلع على الأسنان عنده الدائمية واللبنية دائما البيشنت عنده طفل عنده هاي فرينال اتاتشمنت هو صغير اول ما يولد، يعني الفرينام يصير كونتاكت وين انسايزر بابيلا، من يصير ايرابشن للتيث يصير ديتاتشمنت راسا يفتح هذا الكونتاكت وين انسايزر بابيلا بتتقطع الفايبرز تتقطع والليبيا الفرينال المفروض ترجع، مرات شو يصير كونتينيوتي بالاتاتشمنت ممكن يكون هاي فايبرز تشو ممكن بروبلم بالدنتال ارش شنو الاسباب ما ندخل بها، بس كدايجنوسيس ممكن انه شخص اشوف انه هاي فرينال اتاتشمنت وممكن يكون تاثيره مباشره على الاسنان ممكن يسوي لي الميديان دايستما. كدايجنوسيس يعني جاني شخص عنده الميديان دايستما عاد اشوف الميديان دايستما هو سببها الليبيال فرينال، لانه حسب ما قريته بالميديان دايستما ترى مو كل ميديان دايستما سببها فرينام صح؟ يعني كل اسباب الميديان دايستما هو الليبيال فرينام لا، ممكن او ممكن لا، او خلينا نقول الاغلبيه ممكن سببها هو الليبيال فرينام. اذا من اجل اسوي دايجنوزس ترى الميديان دايستما هو مو دايجنوزس هو تحصيل حاصل للكيس مالتي صح ولا لا؟ جاني كيس ميديان دايستما معروفه حال السبيسينج، السبيسينج هو دايجنوزس لا صح ولا لا؟ شيء مال اوكلوجن يعاني من عند البيشنت. كدايجنوسيس انا راح اسوي دايجنوسيس للبنيو انه اشوف انه الكوزيتيف فاكتور مال ميديان دايستما هو هاي فرينال اتاتشمنت اور نو تمام؟ عندي طريقتين كلينيكالي وراديوغرافيكلي. كراديوغرافي تشوفون هاي صورنا تشوفون اكو فيشر لايك نوتش تشوفون تشوفون هذا الراديو الراديولوسنس الموجوده بهاي المكان تشوفون between two central incisors فتفشل لايك نوتش فشكل يصير between two central incisors اللي هي الاكستنشن مال فايبرز مال الليبيال فرينام تمام. هذا معناها من اخذ انترا اورال راديوغرافي فالابيك راديوغرافي between two central incisors واشوف هذا الفشل لايك نوتش هذا اعرف انه شخص عنده هاي فرينال اتاتشمنت الفرينال داخله بهاي المنطقه والنتيجه صاير عندي spacing between two central incisors اللي هو الميديان دايستما تمام؟ زين كلينيكالي اكو فد تيست يسموها البلانشينج تيست. بلانشينج تيست يعني شنو البلانشينج تيست؟ يعني فد شي يطلع فد شي ابيض بعدين صح؟ لازم شو نسوي؟ نسوي الحركه الاتيه نسوي reflection of the lip هاي reflection of the lip in upward outward تشوفون الحركة upward
outward، يعني المهم نطلعها وصعدها لفوق، تمام؟ هاي السحب القوي اللي نسوي احنا اثناء الستراشينج تيست مالتنا. شو هنشوف؟ اذا شفنا اكو فد نوع من البليتشينج يصير هاي المنطقه اللي تشوفون اثناء السحب القوي، اذا شفنا اكو بياض صار عندي بمنطقه الميديان باسمن الموجوده بين تو سنترال انسايزرز، معناها هذا الشخص شنو عنده؟ عنده ميديان دايستما سببها هو الهاي فرينال اتاتشمنت. السؤال دائما اساله والكل يغلط، البلانشينج تيست هو دايجنوستيك ايد فور ميديان دايستما لو ليبيال فرينال؟ اها برافو عليكم، فور ليبيال فرينال مو ميدي، يعني مو جاني وسو شفت ميديان دايستما سويت بلانشينج تيست على ما اشوف انه ميديان دايستما هو، لا انا قاعد اشوف انه سببها شنو، هاي فرينال اتاتشمنت اور نوت هاي فرينال اتاتشمنت. صارت واضحه؟ اذا طريقتين، ايذر راديوغرافيكلي اور كلينيكال. الحل للهاي فرينال اتاتشمنت معروف، كات كات فرينكتومي. شو يسموه بالفرينكتومي؟ زين الفرينكتومي بيفور ديورينج اور افتر اورثودونتيك تريتمنت؟ كيد بيفور دكتور، لازم يشيل المسبب تريتمنت ذا كلوز. افكارك بعدها مو ارثوي. لا بعد 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 مو ارثوي. اكو افكار، اكو افكار اخرى ديورينج افتر. ليش افتر؟ اخير شيء خلص كل شيء بعدين تريد تخلص من الاورثو بعدين. مو عندنا قاعده نعالج الكلوز بعدين. هو اكو اصلا سبيس، يعني قصدي ما راح نخلي شو اسمه الابلاينس عندك، يعني نصير طبعا نرجع احنا هذا المكان نرجع. جواب مو صحيح. بعد هو الفرينكتومي تصير افتر اغلب الاحيان، وممكن احيانا يصير ديورينج، ما ممكن يصير بيفور. اغلبيه الاطباء وللاسف الشديد يسووها بيفور الاورثودونتيك تريتمنت، وهذا اكبر خطا. ها المشكلة انتم من تجون تقطعون سوون كات الفايبروس تشو اللي صارت between two central incisors راح يصير healing. الهيلينج شنو معناها؟ يعني معناها scar tissue. الscar tissue هي الفايبروس high dense fibrous connective tissue موجودة بالمكان. هذا high dense fibrous connective tissue الموجودة بالمكان راح تعيق closure of median diastema. دكتور ما يصير انظفها فشي اشيلها زايد هاي دنس شلتها ترجع عجيب. سكار تشو عجيب. انت من يصير عندك قطع بالايد مو يصير عندك سكار، صح ولا لا؟ السكار تقدر تشيله يعني يرجع الفتحه صح؟ خلاص مفتوحه ما ممكن. دكتور هاي حاله يعني العلاج ما راح يكمل، معناها كل ما واحد يحاول يسد السبيس بين ميديان دايستما يظل الفتحه موجوده، او يصير انكلينيشن بالتيث. يعني عندي هاي تو سنترال انسايزرز، هاي فتحه موجوده بيناتهم تصير ميلان بالاسنان، يعني الروت يبقى بموقعه بس مجرد الكراون يصير بانكلينيشن، يصير منظره كلش مو حلو. وهاي الفتحه هاي تراينجلر بلاك تراينجلر اريا يصير عندي بهالمكان. شنو الحل المثالي؟ الحل المثالي اذا كان كميه الميديان دايستما مو كلش كبيره، خلينا نقول مودريت اور قليل، الحل انه اسوي كومبليت كلوجر للسبيس بين تو ميديان دايستما وبعدين ارجع اسوي الفرينكتومي. واذا كان كميه السبيس كلش هوايه يعني فت 5 ملم خلينا نقول او اكثر، الحل انه احاول اسد 3 ارباع المسافه تمام، وبعدين اسوي الفرينكتومي والشعرات الفراغ اللي تبقى بين في تو سنترال انسايزرز اسدها ورا الفرينكتومي على مود ما اقدر ما يدخل السكار تشو يسوي لها المشكله. طبعا هي بالواقع يعني في جميع الاحوال سويت الفرينكتومي بعده قبل مشكله كبيره او سويتها بعده او ديورينج او ما سويت الفرينكتومي، هو الميديان دايستما مشكلته مشكله، لانه الكونتينيوتي مال الفايبرس تشو الموجوده بين تو سنترال انسايزرز سويت الميديان دايستما من البدايه
راح تظل تبقى هايبر اكتيف في جميع الى طول العمر. فالحل هو ال permanent retainer، لازم نخلي له في permanent retainer between two central incisors او تنفتح الفراغ between two central incisors، سواء سوينا بعد او during او ما كان عنده labial frame problem. يعني ان شاء الله معقدة صارت بس نتيجتها واحدة، بس يعني اظل واقول انه عملية الفرينكتومي اكبر خطأ انه تصير عملية الفرينكتومي before لانه كمية السكار تشو ما ممكن تسد الفراغ وتزيد الانكليشن بالتيث وتنطي فد ugly appearance. تمام؟ صارت واضحة؟ اكو سؤال لحد الان؟ زين جنجيفال بروبلم، ما عندنا مشكلة بالجنجيفال بروبلم. أي شخص عنده جنجيفايتس أو بروبلم بالجنجيفال كونديشن أو بريدنتال بروبلم لازم يتم عملية العلاج مالتها قبل ما نبلش بالأورثودونتيك تريتمنت. لازم نبلش أي بروبلم قبل الأورثودونتيك تريتمنت. البلت أكو فد نقطة كلش حلوة بالبلت، قديمة هي ما تستعمل لكن حاليا نشوفها. نشوف لازم احنا نشوف الدبث مال البلد، نشوف البروبلمز اذا اكو بالبلد. يعني مثلا هذا شخص عنده سوالينج، ممكن يكون امباكتد توث، ممكن يكون في انذر باثولوجيكال كونديشن كونستركتد بلد، ممكن يكون عنده جماعه الكلفت الويث مال البلد، تروماتيك كونديشن. تشوفون هذا التروما اللي صار في الصوره هنا، تشوفون لو هذا شلون يصير بايت ويا ابر انسايزرز فيصير في انترفيرنس ويا البلد ويصير عنده تروماتيك كونديشن. هاي شغلات كلها لازم نقدر نتابعها، واحنا حكيناها بالدايوز بالبدايه. احنا قلنا الاشخاص اللي يكون عندهم وايد فيس بريكيوسيفاليك الدبث مال البلت شي يكون عندهم شالو، الاشخاص وجههم عريض دائما يكون البلت مالتهم شي يكون قليل. تمام؟ الاشخاص اللي يكون دائما عندهم لونج فيس دائما شي يكون عندهم نارو بلت بس الدبث مال البلت يكون اعلى، اها يكون وايد. تمام زين أكبر عفوا نقطة صغيرة بالبلت اللي هي الرقة أريا، تعرفوها الرقة أريا؟ هذا التعرجات اللي صايرة بالبلت. أيام زمان كانوا يستخدموها ويا اللي يشوفون درجة الانكلينيشن of the teeth. الرقة أريا هي عبارة عن levels من الرقة أريا. ثالث line من الرقة أريا لازم تكون ويا level of the canine. يعني من افتح البلد اشوف الرقة اريا، ثالث لاين من الرقة اريا لازم شو تكون ويا الليفل اوف ذا كناين. هذا بالنورمال كونديشن. يعني الاشخاص اللي يكون عندهم بروكلاين تيث دائما الكناين والانسايزرز تكون اباف اكثر لي قدام من الخط اللاين مال الرقة اريا. تمام؟ هاي كان ايام زمان استخدموها بالكلاسيفيكيشن في حال تشوفون التيث ار بروكلاين اور نوت ار بي انكليشن بروبلم اور نوت. تمام؟ هاي المعلومات اللي تحتاجوها فقط من البلد، ما عندنا شيء مهم. يعني ترى اذا صار بروكلاين راح تقدم غيري؟ لا يعني معناها دنتو الفيورس تراكتر بروفينيشن عنده. يعني البلد الرقة اريا هذا ضمن البلد. صح؟ ضمن البلد ضمن السكيليتال كومبوننت. من يصير عندي بروفينيشن بالتيث يعني معناها الدنتو الفيورس تراكتر صار بها انكلينيشن ان فورورد ريليشن. يعني فقط التيث والالفيور بون صار متقدم بس كسكيليتال بارت هو نورمال ما عندي مشكلة. تمام؟ زين. adenoid patient شو هي الكاركترستيك في تمام adenoid patient؟ شو تشوفوا؟ هم؟ الفيس نازل كأنه depression بالمالر بون نازل. مقصد كلامك depression بالمالر بون، هاي منطقة التشيك هذولا كلها نازلة. بعد ليش؟ ليش؟ تنفس ما تعيش إشكال؟ برافو عليك، مو صحيح. هو سبب إنه تنفس بإشكال، التنفس ما يصير breathing normally عن طريق النوز، اللي breathing يصير دائما عن طريق الماوث. فكمية الكونستركشن يصير بالماكسيلا أكثر من اللازم ترافق وياها هذا المالر بون لهاي المنطقة، فتشوفون عنده depression. تشوفون النحول دائما دار عيونك تلاحظون. تمام؟ اي والله انا هذول عندهم معاناة كبيرة يعني. incompetent lips تشوفون دائما يكون عندهم long face. تمام؟
inside the oral cavity اكيد راح نشوف عندهم كروس بايت bilateral constriction بالمانزيلا يصير عندهم. طبعا الكروس بايت يرفقها ويا عده شغلات اخرى ممكن يكون عندهم crowding بالتيه او another problem dryness بالماوث لانه دائما البريذنج وين يصير من الماوث فيصير عندهم dryness فعندهم gingival problem gingivitis دائما يكون عندهم. تمام هاي احد الفيتشرز اللي ممكن اشوفها بالادينويد بيشنت. بالدنتال اكزامينيشن هواية شغلات ماخذيها العام هواية شغلات تعرفوها العام لازم نشوف مثلا الدنتال ستيت نمبر اوف تيث زيادة عندي بالاسنان سوبر نيوميري اقل من الاسنان هايبودونشيا. تمام لازم اشوف الكيريس لازم اشوف الكراكس واكس بوزيشن إضافة إلى بقية الانديفيدوالز راح أشوف لكم إياها وشرحناها بتفصيل أكثر. الكراكس اللي دائما يصير جماعة البروكسيزم functional problem. تمام اللي دائما يصير فد lines بالإنسايزرز هاي المنطقة دائما خاصة إذا رد يسويها reflection ويا light نقدر نشوف الكراكس كلش واضحة. هذول يكون عندهم weak teeth هذول functional problem هذول يحتاج يتعالجون orthodontically يغير ال inclination مال teeth على ما نخلصون من هذا ال problem الكبير اللي عندهم اللي هو الكراكس. زين هاي النقطة الأخرى white spot lesion اللي هي عبارة عن franks أو remnants of the enamel demineralization يعني enamel caries enamel caries أكثر شيء نشوفه بالأشخاص اللي عندهم أو لابسين orthodontic appliance هو هذا ليش يصير white spot lesion؟ ترى initial phase شلون؟ initial phase مثل caries initial phase أي نعم بالضبط هو ليش يصير؟ يعني ليش مرسل يصير caries؟ أولاً نوعية البكتيريا الفلورا الموجودة inside the patient mouth قوة مالتها متوسطة يعني تقاوم البلاك الموجود prolonged retention of the bacterial plug added to surface شي يصير عندي هاي السبوت ليجن. أكثر شي نشوفه بالأشخاص اللي عاشون orthodontic appliance for long period of time و bad oral hygiene دير بالك انت تمام نشوف انه دائما داير الابلاينس بالضبط يعني خاصه من شيل البراكت مكان البراكت عافيه مكان البراكت عباره عن وايت سبوت اريا سببها انه الشخص من يتفرج اسنانه ما يتعب حاله بالتفريش النتيجه ايش يصير عنده يصير accumulation of the plaque surrounding to the bracket والنتيجه يصير demineralization تتوقف الى هذا الحد. تمام بس تنطينا فد ugly appearance بالمناسبه. تمام لازم نكون كلش دقيقين بهذا عمليه التفريش ودائما البيشنتين ما نوجههم على عمليه التفريش الصحيحه. الانظر كلاسيفيكيشن اللي ماخذيها الان انجل كلاسيفيكيشن كاناين كلاسيفيكيشن الانجل كلاسيفيكيشن الريليشن بين الابر سيكس واللور سيكس بالجروف البوكال كاست نيجو بوكال كاست تقعد بالجروف مال اللور الكناين بين الابر كناين والبين تقعد بين اللور كناين والفيرست بريمولر إذا تقدم فيكون كلاس 2 إذا تراجع يكون كلاس 3 كلها ماخذيها الآن. زين الآن أخذنا الأوفرجيت هسنا راح نطبقها إنسايد دينتال كلينيك نقيس الأوفرجيت للبيشنت مالتنا. الأوفرجيت اللي يمثل لي الهوريزونتال ديستنس بين الأبر لور ذا موست بروميننت إنسايزرز الهوريزونتال ديستنس هنخلي المسطرة على الإنسايز الإيدج مال الأبر وين ما يطخ اللور نيجي نقرا الابر انسايزرز وين يقرا على اي رقم من المسطره يكون قراءه الاوفرجيت. القياس هو تكون either positive or negative. البوزيتيف يتحمل عده قياسات يعني يكون عندي positive اوفرجيت اما يكون normal اللي هي بين 2 الى 4 مليم او اكثر من 4 مليم او أقل من 2 مليم أقل من 2 مليم وأكبر من 4 مليم. إذا كان عندي أكثر من 4 مليم يعني معناها شنو؟ أنا تسمية خاصة هم أخذيها الآن Excessive Overjet. إذا كان قياس الأوفرجيت أكثر من 4 مليم Excessive Overjet من يقل تدريجيا الى ان نوصل الانسايزر كونتاكت بين الابر تيث واللور تيث يصير الاتش تو اتش. تمام
اذا نقص اكثر بعد تراجع اكثر بالضبط صار عندي ريفرس اوفر جيت، يعني القياس مالته راح يكون بالسالب تمام. القياس الموجب اما يكون 2 الى 4 ضمن النورمال او اكثر من 4 اللي اكسسيف، اقل من 2 حسب التدريج ريديوس بس ما بي اسم معين، يعني اذا جاني 1 اوفر جيت هذا ديكريز عنده، صار صفر هذا اتش تو اتش صار عنده تمام، صار ماينس ريفرس اوفر جيت يمثل الهوريزونتال ديستانس. الفيرتيكال ريليشن بين الابر واللور هذا الاوفر بايت، شو ما نعرف احنا نعرف انه التب اوف ذا اب لور انسايز لازم يكون بالميدل اوف ذا لينجوال اسبيكت اوف ذا ابر، اذا كان اكثر او كان اقل حيعطي مختلف القراءات. اذا كان اكثر يعني وصلنا للسينجولوم او عبرنا السينجولوم راح يصير عندي ديكريز بالفيرتيكال ريليشن، حيصير انكريز بالاوفرلاب، يعني الاسنان يعني فيرتيكالي يصير بيها اوفرلابينج اكثر من اللازم، وبالدرجه الاوفر بايت تقل يصير الكيس عندي ديب بايت تمام. القياس تزداد بس كحاله تقل، ليش؟ لان الاوفر بايت صار بيها اوفرلابينج اكثر من اللازم تمام. يعني القياس من اجي اقيسها راح اشوف ان الاوفر بايت عندها مثلا 7 مليم، هذا معناه شنو؟ عنده ديب بايت تمام. العكس من يفتح الاوفرلاب اكثر من اللازم اوبن بايت يصير عندي تمام. من ما يعبر ال H to H يسموها incomplete اوفر بايت، من يعبر ال H to H ما حيصير عندي اوبن بايت. وقياس الاوبن بايت دائما تكون اما اقول 4 مليم اوبن بايت او اقول ماينس 4. شو اقول؟ ماينس 4 يعني قراءة السالب بالاوبن بايت وقراءة الموجب بالديب بايت، وبالديب بايت يصير عندي انكريز بالاوفرلاب ويقل الاوفرلاب بالاوبن بايت تمام. الميد لاين عندي نقطة مهمة بالميد لاين، الدنتال ميد لاين والفيشال ميد لاين. الدنتال ميد لاين معروفة هي الميد لاين بين الأفر انسايزرز ولازم تكون متناسقة ويا اللور انسايزرز تمام، مع فرق اذا عندي 2 مليم فرق بين الابر واللور اقدر اعتبرها ضمن النورمال تمام. النقطة المهمة الاكثر واللي تاثر على الاستيتيك وعلى مشاكل البيشنت هو الكوردينيشن بين الدنتال والفيشال تمام. يعني اذا اكو اختلاف بسيط او حتى لو اختلاف شوي كبير بين الابر ميد لاين واللور ميد لاين، وخاصة الأبر ميد لاين صعب الموضوع موقع الصحيح المشكلة باللور ميد لاين، ما تشوفون بيشنت يدق بابا يقول لك يا بشر عندي بروبلم بالميد لاين مال اللور، ماكو شكل حالة، ماكو بيشنت يقول عندي مشكلة باللور ميد لاين، ما ممكن تمام. لكن بيشنت شي يجي يقول اكو عندي بروبلم بالميد لاين، لو تشيك تشوف انه الميد لاين مال الأبر ما بتناسق ويا الفيشال ميد لاين. الفيشال ميد لاين عنده ثلاث نقاط، اول نقطة هو هذا النيزون هذا between two eyebrows، هاي نقطة، هاي رقم واحد هذا هنا تمام. أسوي نقطة هنا، نقطة ثانية أسويها على tip of the nose هذا تمام. النقطة الثالثة أسويها على tip of the lip، هاي واحد اثنين ثلاثة، أسوي هاي ثلاث نقاط وسوي patient smile أشوف midline مال الأبر متناسق ويا هذا الخط اللي أنا سويته عن طريق هالثلاث نقاط. إذا كان عندي coordination أكو تطابق، إذا معناه patient عنده normal، إذا أكو ماكو تطابق يعني معناه patient عنده shifting بالmidline. مو كل شخص يأثر على شكله، مو كل واحد يأثر على شكله. يعني مثلاً توم كروز معروف عالمياً إنه هو شخص عنده shifting بالأبر midline واضح جدا، بس هو مقتنع بشكله وشخص وسيم ما عنده مشكله معينه صح؟ ها؟ مقتنعين هاي كل زين. اكو حد عنده اعتراض على توم كروز؟ يحتاج مثلا دق تريتمنت؟ كل شيء ما يحتاجه مثل الورد. لا شفت ميد لاين ولا يزين، كل العلم راح من يمه. زين ما يريد يصرف، شلون؟ ما يريد يصرف ما يريد يصرف يعني والله، لا يعني والله ما يراد شيء يعني عشر عشر يقدر يعدي صدق كذا. توم كروز
دينتال ايج. دينتال ايج شغله كلش يعني شفناها بالواقع تغيرت. ايام زمان كانت الحياه كلش بسيطه، يجينا البيشنت يشوف شنو الاسنان طالب حلقه، نعرف الايج مالته، تكون في التناسق بين يسموها الدينتال ايج والسكليتال ايج. يعني تجيني انت طالع للانسايزرات فقط وبقيه كلها ما طالع، اعرف انه شخص اولا عمره بالثمان سنوات، تمام؟ كجروث بعده في مرحله الاكتف جروث. هسه صارت الدنيا تغيرت، وايد شغلات تغيرت بهم. شافوا انه شخص يجينا بهالوضعيه بهذا الاسنان فقط الانسايزرز هو الجروث مالته كلش ديلي بها، وعمره خلينا نقول 11 سنه، شيء عجيب يعني، تمام؟ هذا الاختلاف طلع عندي فد مشكله معينه في انه اقيس الدنتال ايج اعتمادا على السكليتال ايج. انا السكليتال ايج لازم اعرف ان البيشنت هذا عنده جروث او ما عنده جروث لانه ياثر على شغلي، تمام؟ لهذا طلع في تشارت، هذا التشارت يسموها بالاربشن تايم تيبل. هذا يعني اجي اشوف يعني الشخص اشوف شنو عنده اربشن بالتيث، تمام؟ واخذ له اكس راي اشوف الكرامات شنو وضعيته، شنو وضعيه الروتات، على اساسه اقرر الايج اكوردنج تو ذا اربشن تايم تيبل. الشخص من يجينا قست الايج مالته اكوردنج تو ذا اربشن تايم تيبل، طلع مثلا عمره 9 سنوات، اسال على عمره يطلع عمره 7 سنوات. اكو اختلاف لو ماكو اختلاف؟ اكو اختلاف. المهم اقدر اسوي فد كورليشن بين الايج اوف ذا بيشنت النورمالي ويا الايج اور كونديشن اوف ذا تيث الموجوده عنده. بيكون عندي هالشكل تقدم معناها شخص عنده اكتف جروث تايم بسرعه بيصير، ما عنده علاقه ويا العمر مالته، تمام؟ لكن من يصير عندي ديلي، يعني انا اتوقع عمره 9 سنوات يجيني عمره 11 سنه او 11 ونص، اتوقع انه عنده ديلي، عنده بطء، صح ولا لا؟ فهذا بس حسب الدراسات قالوا انه احسن توث نقدر نعتبر انه الدينتال ايج ويا السكليتال ايج متناسقه نشوف وضعيه الابر كناينز، باعتبار انه هو اخر توث يصير اربشن بالابر تيث بعد قبل الايج طبعا خلينا نقول، تمام؟ والسفن يعني انه اخر توث بهاي المقطع بالانتيرير سيجمنت نقدر نربط هاي الوضعيه. جتي انذر ستاديز البريتش ستاديز، البريطانيين سووا اعتمادهم على الاشخاص اللي يريدون يشغلوهم بالمصانع على السكند بيرمننت مولر السفن، قام شغلوهم حتى سموا السم بالفاكتوري توث. ليش؟ اي شخص يشوفون الديفلوبمنت مال السفن مالته عن طريق الراديوغرافي يعرفون انه هو ناضج او غير ناضج، هو مؤهل انه يشتغل بالمعمل او غير مؤهل يشتغل بالمعمل. كوفاريشن يعني اكو فاريشن طبعا فواي اكو فاريشنز واي اكو فاريشنز وقام معتمد عليها اصلا يعني في جميع الاحوال، تمام؟ زين اخر بارت بالدايجنوسيس اللي هو الفانكشنال الاكزامينيشن. شوي هذا معقد بس اشرح لكم فد شيء بسيط على المقدمه مالته واكمل على المحاضره القادمه. احنا راح نشوف بالفانكشنال ابلاينس عندي تو كونديشن، الريست والماكسيمم انترجيتيشن. هسه احنا في جميع احواس الجميع قاعدين هنا، هنا وضعيتكم هو الريست كونديشن، يعني ماكو كونتاكت بين الابر تيث واللور تيث، اكو فد سبيس. في حاله الريلاكس مسل كونديشن اكو يصير ماكو يعني ما هذا الانترجيتيشن بين الابر تيث واللور تيث ما تصير الا اذا انترجيتيشن مسوون. يعني هسه انا من اكون هادئه شوفوا ماكو كونتاكت بين الابر تيث واللور تيث، لكن من اريد اسوي انترجيتيشن اسد اسناني، تمام؟ هذا السبيس يسموه بالفري واي سبيس. شو يسموه؟ فري واي سبيس. فري واي سبيس مقداره 3 مليم منطقه الكناين. يعني اذا اجيب المسطره واقيس المسافه بين الابر كناين، خلاص دكتور خلاص، بين الابر كناين واللور كناين بهذا المكان اشوف انه مقداره 3 مليم فري واي سبيس. هسه هذا الموضوع كلش مهم، الريست بوزيشن اللي احصل بيه على فري واي سبيس وعلى الماكسيمم انترجيشن لازم اقارنها بكل الحالات، تمام؟ عده طرق عندي اشرح لكم اياها المحاضره القادمه ان شاء الله. صارت واضحه؟
بس يلا نجاوب بطريقة راح يزداد العدد؟ لا 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 إذا ظليت على هالوضعية هالسنة راح تلغي راح تلغي طبعا ليش؟ إذا بس تخلص شهر 12 وظلت الوضعية على ما هو عليه خلاص تلغي سنة ليش؟ ما يلحقون ما يلحقون حسب التقويم الدراسي الجامعي لازم احنا مفروض احنا لي شهر الواحد يعني الكورس الاول من المادة تكون مخلصة صح؟ نعم خلصت شهر الواحد وضيق انا وصلت الكورس الاول من المادة يعني نزلوا جامعة بغداد محاضرتين اضافية خبرتهم قلت شو اخذتوا محاضرات قالوا لي لا يعني اذا انتم قدامون ثلاثة اربعة يعني اصلا ما حد ما قدامون شو الموضوع؟ طلعت هاي المحاضرات ماخوذه بالكورس الصيفي مالتهم فاعتبروها كان راح يعيدوها نزلوها لهم قالوا خلاص هاي ماده صارت يعني ويا كل المحاضرات قالوا الى نهايه شهر 12 ما يدامون جامعه بغداد التقويم جامعه تتوقف تنعاد السنه عجيب عجيب زين دكتوره تمديد الدوام شنو تمديد الدوام شهر قديم يمددون شهر يعني صدق شهر ما يكفي عطوك نصف سنة تتقلص يصير دوام ستة أيام بالأسبوع. أربعين يوم ماكو دوام صح؟ أكثر أكثر. أكثر. أربعين يوم مو قليل. قول من الأربعين يوم 15 يوم تروح. ما عطوك نصف سنة خلينا نقول إذا الدنيا لغوها مثلاً. إيه. ويا الامتحانات ما نصف سنة هم تلغي. قول يعني افتراضات يعني خلينا نقول. أي نعم. نشوف. هو عشانه هاي أربعين يوم خلص قبطت بعد وين؟ أشهر حدامه. وانا حسب اتفاقات واحد واحد بالله هاي حكيها سمعتها شهر 11 قالوا 1/12 انتم مدوها والله كريم والله برود صار انتم ما بردتوا يعني برود يعني او حتى واس ما كنا واس بالدرس يعني قصدي مو قبل ما كنا واس زين انتم صف خامس ما تريدون تتخرجوا؟ مريض والله شو تخرج يا عمي صدق دبي الاعداد الهائلة من اطباء الاسنان راح يصير كل ربع طبيب اسنان ربع دينار ربع اشكل بالشارع ينباع صدق كذي هاي مهزلة والله مهزلة هذا البلد زين يعني ابلش لو يعني متاخر وبعد والله دكتور هم موجودين جوا دكتور احنا متاخرين ابلش تمام